لك لو وقعت ثلاث مرات اوقف اربعه، لو وقعت اربعه اوقف خمسه، وقعت خمسه اوقف سته، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. والصينيين قالك حاجه عجبتني جدا، قالك لو وقعت والحياه خبطتك خبطه، لما تيجي تقع اقع على ظهرك، لما تقع على ظهرك هتبص لفوق، لما تبص لفوق شد نفسك وقف لفوق. لكن معظم الناس يقع على وشه ويستقر ويقعد يشتكي ويلوم ويتكلم كلام فارغ زي الليتها. عشان كده لما تيجي تقول دلوقتي انا خلاص عزمت يا رب وهاخد بكل الاسباب، خلاص العزيمه جايه من العزم، جايه من القوه، من القوه الذاتيه. القوه دي النهارده بتستخدم قدراتك اللا محدوده، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. قوه لا محدوده، ما عندكش فكره عن قدراتك. انا معظم الكتب اللي انا قريتها الافات، لما اقول الافات الناس اللي يقولي على كندا اول جروب طلعته في التنميه البشريه، لما معظمهم دلوقتي مدربين كبار وكتاب، ما كانوش صدقنا لكل ده قريتهم. اسالني في اي كتاب يا ابني، في القراءه السريعه ممكن تقرا كتاب كله في ساعه، خش في الانترنت وفتش بنفسك، ما تقولش على حاجه ما تعرفهاش انها مش موجوده، ما تحكمش على حاجه ما تعرفهاش، حط نفسك في افضل الاسباب عشان تنجح. مش عاوز تنجح؟ طب ايه اللي انت بتعمله عشان تنجح؟ انت مش عايز تخش الجنه. انا بس الناس عايز تخش الجنه، يقول لك طبعا. طب ايه اللي انت بتعمله؟ انت لو شفت جهنم ما عندكش فكره، عارف هتشتكي من الناس كلهم، خدهم يا رب، خد كل دول. بس انا لا، عارف ليه؟ لان انت عملت ضياعاتك على الفاضي. فلما تيجي تفكر من اول النهارده تقول انا قررت ان انا انجح، قررت، ده قرار واعي، قرار واعي ان انا عايش. عايش انا عندي واحد من مدرسيني الاولانيين اللي هو كان دكتور رابرت شولر اللي عمل الكريستر كاتيدرال. دكتور رابرت شولر لما عمل كريستر كاتيدرال كانت هتكلف 75 مليون دولار، فقالوا له يعني مهندس معماري وراجل بتاع الميزانيه، ادوا له الميزانيات هتكلف المبلغ ده، قالوا له معاك كام؟ قالوا لهم ولا نكلة. قالوا له طب it's impossible. impossible يعني مستحيل. قال لهم ادي القاموس طلعوا لي منه كلمة مستحيل، قعدوا يفتشوا ما لقوهاش، راح مطلعها من مكتبه، قال لهم اصلا انا قطعتها من 25 سنة. مش حاجة اسمها مستحيل، حتى كلمة impossible أول حرف I، تاني حرف M، وبعد كده possible، I am possible. مين ده اللي ممكن يقول لك أنا مش أنا الاستحالة أنت بتحطها على نفسك فقط لما تقعد تشتكي وتقعد تصدق نفسك وتقعد خلاص تكتئب وتصدق انك مكتئب، بتضيع كل لحظه وممكن تكون اغلى لحظه في حياتك. فعشان كده لما تيجي تفكر اول حاجه خد بكل الاسباب، قرر قرار واعي، انا قررت اكون كويس، قررت ان اكون افضل حاجه في حياتي. طالما انا عايش عايش، مش عايش عايش ما تخلي حياتك رائعه، طالما عايش عايش ما تخلي حياتك رائعه. الكلمه دي مش سهله، خلي حياتك رائعه، يكون وزنك رائع. ليه تكون تخين؟ ليه تكون وزنك زياده عن اللزوم؟ ليه تشيل وزن يتعب ظهرك ويتعب ركابك؟ ليه نفسك ماشي تعبان؟ ليه انت تكون على طول اعصابك بايظه؟ ليه يعني؟ ليه ما تكونش رائع فن الاتصال؟ ليه ما تكونش مبتسم؟ ليه حياتك ما تكونش رائعه؟ ليه لا لعن؟ فاهم ازاي؟ لما تيجي تفوق ليه لا؟ في ناس تقول لك ليه؟ انا بقول ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا يعني؟ ايه السبب ان انا ممكن احط على نفسي احكام؟ واجن نفسي مع السجن الداخلي؟ مع الحاكم الداخلي؟ هكلمكم عليها بالتفصيل الحاجات دي في قوه الادراك. القاضي الداخلي ممكن يحكم عليا بالاحكام، عارف بالاعدام. اعدام ده ايه؟ ده سجن داخلي انا عمال اقول لنفسي انا فاشل، انا ضعيف، انا ما عنديش ذاكره، انا ما عنديش تركيز، انا عصبي، انا ما عنديش صبر. اول ما تقول انا اي حاجه بعدها بقت اعتقاد، ولما تكررها خلاص بقت جزء منك، فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. عشان كده اول حاجه معانا، فاذا عزمت، العزم قرار الاول، قرر وبعد كده العزم هتعمل ايه بقى. اول حاجه فيها لازم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك. هنتكلم عن الفرق بين الاثنين، لان الناس تقول لك انا ضعيف. لا ثانيه واحده، ده الانا دي قدرات لا محدوده، دي معجزات، دي القدرات. طب ايه هي الامكانيات؟ الامكانيات اللي انت اتعلمتها، دي اللغات اللي انت اتعلمتها، الدراسات اللي انت خدتها، التجارب اللي انت شفتها في الحياه، دي نشاطات حياتك. لكن اللي انت بتتكلم عن دي قدراتك الرائعه بتستخدمهم في امكانياتك، بتستخدم امكانياتك وتحطها في الفعل. فاول حاجه لازم يكون عندك معرفه تامه بقدراتك وهنتكلم عليها بالتفصيل. وبعدين عندك فكره عن ايه؟ عن امكانياتك، وتاخد الاثنين دول اللي بعدها على طول الاهداف. مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق حاجه ما تعرفهاش. تخيل انت واحد مثلا ماسك، عارفين السهم، عمال ماسك سهم وبيحدفه وبص ورا وبعدين يقول لك الله ده ما مسكش في حاجه، هو انت عارف انت رايح فين؟
فالنهاردة في مثل بيقولك ازاي انسان من غير هدف زي مركب من غير دفة، الاثنين بينتهوا على الصخر لانك ما انتش عارف رايح فين. عارفين فيلم أليسن في بلاد العجائب، رايحة بتقول للقطة اسمها سوشاير بوس، بتقول لها يا قطة قولي لي اروح فين من هنا، لا توقف عايز تروح فين، قالتلها ما عرفش، قالتلها بأي طريق ممكن يوديك اللي ما نعرفش ده، فما تزعليش بقى لما اي طريق يوديك، لما انت مش عارف طريق فين يبقى اي طريق ممكن يجيك هناك. فمن اول النهاردة قرار قاطع، قرار قاطع يعني قررت بإذن الله ان انا انجح، فانا ده قرار. اذا والعزم انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتحسن فيها وتعرف اهدافك وبعدين تخطط لاهدافك، خطط لحياتك، انك تقعد تخطط، امسك ورقه وقلم، وهنتكلم على دول بالتفصيل برضو، بس انا بكلم دلوقتي على الجمله دي، على الروعه دي. فاذا عزمت فالعزم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك، ومن هنا طالما عرفت الاثنين دول قدرات وامكانيات لازم تعرف اهدافك، ومن الاهداف تبدا تخطط، ولما تخطط تحطها في الفعل، ولما تحطها في الفعل تقيم اللي انت بتعمله وتعدل في تقييمك وتتعلم منه وتحطها تاني في الفعل. عملت خلاص كل دول، كل ده رائع، يبقى لازم تكون متفائل، لان اول ما توصل لمرحله التفاؤل هنا انت عارف، انت بتقول انا يا رب عزمت وقررت وعندي رغبه عاليه وعرفت قيمي، عرفت افكاري، عرفت قدراتي، عرفت امكانياتي، عرفت اهدافي وكتبتها وبخطط لها واحطها في الفعل، وبعدين وانا بحطها في الفعل هبدا الاحظ واقيم واعدل واتعلم طول ما انا مش في السكه، وبعدين احطها تاني في الفعل. عملت دول وعملت اللي عليا، يبقى لازم تكون ملتزم. دول انا بسميهم القوه الثلاثيه، يعني ايه؟ الالتزام والاصرار والانضباط. دول لازم تعرفهم الثلاثه، الفرق على فكره بينهم، بس كل واحده بتوصل للثانيه. انا ممكن اكون ملتزم شويه وبعدين ما اكونش ملتزم تاني، ما الناس اللي عايزه تنزل وزنها، ما هو ملتزم، ملتزم شويه، طب مش عايز ينزل، مش عارف ينزل وزنه، مش عاوز، عاوز، طب ما منزلش وزنه ليه؟ العادات، وهنتكلم برضو عليها ان شاء الله بالتفصيل. فلما ترجع تبص تلاقي انا ملتزم ومصر على التزامي ومنضبط فيه، فالانضباط ده الاستمراريه. وانا شوف الروعه، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ازاي، احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل، دي الاستمراريه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلمنا في ايه من كام سنه واحنا بنتكلم على الاستمراريه، كونسيستنسي، الانضباط. الانضباط النهارده بيخلي الاصرار اقوى، والاصرار يقلل الالتزام اقوى، ودول ثلاثه بسمهم القوى الثلاثيه، لان ملتزم ومصر ومستمر في ده. ففي الحالات دي انت عرفت بالظبط قدراتك، كل اللي احنا بنتكلم في العزم، عرفت قدراتك، عرفت امكانياتك، عرفت اهدافك، خططت لها، حطيتها في الفعل، وطول ما انت بتحط في الفعل بتقيم وبتعدل وتتعلم وتحطها تاني في الفعل وتستمر على كده لغايه ما تحقق هدفك، وتكون ملتزم. وانت ملتزم بتصر، وانت بتصر منضبط، بتعملها باستمرار. عملت كل دول نص في حاجتين، ده كل ده بنتكلم في العزيمه في العزم، فاضل حاجتين كمان اللي بعدها على طول، التفاؤل. تفاءلوا بالخير تجدوه، الجمله دي فيها 672 قانون من قوانين نشاطات العقل الباطن. قانون العقل الباطن ان كل حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر. تفاءلوا ده امر مباشر مستمر في الزمن، تفاءلوا مستمر في الزمن بايه؟ بالخير، يعني دي الوسيله. طب يحصل ايه؟ تجده، يعني معنى كده حاجده، ده قانون التوقع.